الكشف المبكر ده مهم جدا، فمهم ان احنا نكشف عامة، نعمل تشيك اب حتى لو ما فيش اي حاجه. هذه هي رساله ياسمين غيث خلال ندوه بهيه اللي انعملت على هامش شهر اكتوبر للتوعيه من مخاطر سرطان الثدي، واختيار ياسمين غيث لتحكي عن تجربتها الشخصيه في محاربه هالمرض. انا يعني اي حاجه فيها بهيه بحب ادعمهم جدا، لانهم فعلا يستاهلوا الدعم. على قد ما الناس بتقولي وبيحسسوني ان هم بياخدوا دعم مني، انا نفس الاحساس بالظبط باخده من الناس. وخلال الندوه تم تكريمها بدرع بيحمل شعار بريست كانسر، وهي كانت سعيده بهالشيء فشكرتهم من خلال هالبوست على انستغرام. وياسمين اللي مثلت معاناتها بمسلسل حلاوة الدنيا، سألناها إذا رح تكرر هالتجربة بعمل آخر. كان عمل اكسبشنال أو استثنائي في كل حاجة، فلا حاسة إنه صعب قوي قوي أعمل شخصية حد عنده كانسر تاني وتبقى بالحلاوة دي. يعني مبروك يا حلوين، باي. يعني صحيح في كتير حملات بتصير للتوعية من مرض السرطان، بس أكيد اللي بيمروا بهالتجربة بيكونوا قادرين أكتر إنهم يوصلوا المسج، مثل ما شفنا البارح إليسا.